البارح تمت عملية هدم وإعادة سكان 54 عائلة في بلدية الجزيرة. العملية هذه أولا القصد منها هو تحسين ظروف المعيشية في الوطن، كانت فرصة طيبة أنها تزامنت مع ذكرى غالية جدا وهي 19 ماي. نريد إن شاء الله أن تكون كل هذه المحطات التاريخية محطة تاع فرحة لها المواطن تاعنا، تحسن ظروفها. السكنات هذه اللي هي في 54 منزل كانت سكنات جاهزة، وحرصنا أن هذا التردد اللي كان زمان نحبسه ونضعه لحد الدولة تبذل في مجهود، ولكن لازم على السلطات المحلية أنها تجسد كل ما هو قرارات على السلطة العليا للبلاد، وكل المجهودات اللي يديرها الجزائر لازم أن تجسد محليا، والمواطن هو اللي يستفيد منها. لما صرح به السيد رئيس الجمهورية أن المواطن اليوم في الجزائر الجديدة، المواطن هو المحور الأساسي، هو الحلقة الرئيسية لكل السياسات العمومية للبلاد.